الويك اند على الام تي في بيبلش بسهره ممتعه وسهره مضحكه مع ماريو باسيل وضيوفه بالليل جنون على الساعه 9:15. بنتذكر ضيوف هالحلقه ندب وفرحات شربت زياده، مروه خليل، بشاره عطله، نبال عرقجي، والي خليفه. خلينا نشوف ونتابع. وبتقرر الام انه تحمم بنتها يلي عملت تحتها. اه انت بنت تعطيك هدية على المقص. طلعي ماما طلعي. الكل عملوا تحت. ايدين الصغار. خدي. والبي بيروح على المغش ليحلو وبقرر ابنه يتفرج عليه يتعلم. يا بابا على البانيو بابا. بدي بانيو. على البانيو. يلا طلعي. حياتي. سوري حياتي انت. عم تتزحلط على الببي. بدي اتنقوص عليها. ليه على الببي؟ انت عملت ببي. انا بدي اتنقوص عليها. يلا عدوش عدوش. لا ما بدنا عدوش. والبي بياخذ ابنه ليعلمه كيف بيحلقوا. كيف؟ بيحلقوا بدك تحلق. تعال بابا تعال. شو؟ تعال علمك كيف بيحلقوا. تعال. خذي سوي. دوشي هون، هيدي المنشفة، هدي بابا. انت تعلمي سوفي. فالبي عم بيعلم ابنه والام شوف. عم بتحمم بنتها شوف. تحت الدوش بتطلع بالمرايه وبتعمل هيك كمال من هون وبتنزل هيك لتحت وفجاه ترجع بتعمل من تاني من اوكي هيك بتنزل بس فجاه بيجلف البي حاله وبيبلش الدم ينزل من رقبته والام بتصحت هي وعلى الصابون هي وعم بتحمم البنت مسح وجهك وبيصير الصبي يبكي لانه مفكر بيو عم بيموت مفكر بيك عم بتموت والبنت عم تبكي لانه مظلطه تحت الدوش واما زعقتت كلنا سوا خربانه بحمام الليله جنون والليله أما على الساعة 10:30 فسهرتنا متابعة ولكن مع عاطل عن الحرية البرنامج الاجتماعي البسيكولوجي اللي بيدخل مع الزميل سمير يوسف على داخل السجون ومن خلاله منتعرف على بسيكولوجية المساجين وشو اللي دفعهم لارتكاب هالجرائم يلي ارتكبوها. اليوم رح منعرف شو يعني التنصيب أو النصب وكيف تحول هالشخص العادي إلى نصاب وقديه بيمرق بحياتنا. عفوا أوقات ناس بينصبوا علينا وما منعرف إذا مزبوط أو لا. خلينا نشوف ونتابع. مرة رحنا على معمل في شخص أسود سريلانكي او هندي او شيء حكينا معه بتروح بتشتغل معنا بتشتغل معنا قد ايه عم تقبضون؟ قال بالجمعه 100 دولار قال لهم بنعطيك 150 دولار بتروح معنا؟ قال ايه اخذنا للزلمه رحنا اشترينا له بدله طقم وكذا ولبسناه جبنا سوبر شارج وجبنا اكس 6 وثلاثه شباب بودي جارديه لابسين ملابسين وهيك اخذنا دفتر تشيكات باسم زورناه يعني باسم شيء سريلانكي هندي ورحنا معه اكيد بذكركم مشاهدينا انه على ابلكيشن ام تي في ممكن ترجعوا تتابعوا كل البرامج اللي ما لحقتوا تحضروها وفقرات ام تي في الايف كمان رح ناخذ وقفه قصيره ومن بعدها بنكون مع توقعات اليوم باوروسكوب